معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان عضو هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور ثامر العلواني. مرحبا بك دكتور ثامر. إذا الدكتور مثنى حارث الظاهري أكد أن تظاهرات الجنوب دليل على عودة الوعي بمأساة الاحتلال ومخرجاته، ما الذي صنع هذا الوعي وجعله متنامية؟ حياكم الله أخي الكريم. أولا الذي صنع هذا الوعي هو فشل حكومات الاحتلال المتعاقبة في كل مجالات الحياة، سواء السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الصحية. واليوم نرى أن الأمراض تفشت في البصرة، حتى أننا نسمع أرقام مخيفة أصابت أهل البصرة بسبب تلوث المياه. فكل ما جاء به المحتل فشل فشلا ذريعا، وكانت تتعكز على المشروع الطائفي لديمومتها واستمرارها. وهذا ما أكده الدكتور مثنى في حواره من أن الاحتلال وجميع مخرجاته من دستور وعملية سياسية وحكومات متعاقبة كلها اجتمعت لتسبب أزمات العراق ومعاناة شعبي. بل دائما ما تشير الهيئة إلى أن العملية السياسية ما بعد الاحتلال هي جاءت لوأد العراقيين ومعاناتهم، ولا يرجى منها خير أبدا. واستشهد الدكتور مثنى في حواره برسالة مفتوحة منذ 2007 وجهها الأمين الراحل الشيخ حارث الظاهري رحمه الله للعشائر العراقية، تحمل هذه المفاهيم وهذه الأفكار، وهي تتطابق تماما مع الأحداث الجارية حاليا في البلاد ومطالبات الجماهير. وكانت الرسالة قد أكدت في مضمونها على أن مجلس الحكم كان أول خطوة لتقسيم العراق تقسيما طائفيا وعرقيا، ثم الدستور الذي أرسى دعائم هذه المحاصصة، ثم الاحتلال وحكوماته المتعاقبة التي مارست عمليا القتل الطائفي والتهجير لترسيخ الانقسام في المجتمع العراقي. والأمين العام أكد في حواره على أن الجميع دفع وسيدفع الثمن غاليا، لأن الثمن هو استهداف الأرواح، وهي أعظم شيء ممكن أن يخسره المجتمع. فهذا ما يثور من أجله أهلنا في جنوب العراق، تعبيرا عن استيائهم من التدخل الإيراني وسطوته عن طريق أذرعه في الحكومة الحالية والسابقة وميليشياتها على ثروات العراق، واستخدام الطائفية جسرا لمصالح إيران القومية. طيب دكتور ثامر، مطالبة الجماهير بإخراج إيران من العراق كما حصل في تظاهرات الجنوب ماذا تعني؟ إيران وأذرعها في العراق من الحكومات المتعاقبة كانت تمارس الإرهاب بالقتل والاعتقال لكل من يعارض المشروع الإيراني التوسعي في العراق والمنطقة. وأكد الأمين العام في حواره أن إيران قتلت الكثير من رؤساء القبائل والمشايخ وكل من عارض الاحتلال والتدخل الأجنبي، حتى أصبحنا نسمع من سياسيين إيرانيين يصرحون بأن العراق الباحة الخلفية لإيران، وأن العراق إحدى الخطوط الأمامية للدفاع عن إيران. بل أصبح بعض المتسلطين في الحكومة الحالية يتبجح بتقديم مصالح إيران على مصالح العراق بلا حياء أو خجل، حتى ولو حرق العراق لأجل إيران، وهذا أقل ما يقال عنه عند أناس تحترم نفسها بأنه خيانة للبلد وخيانة للوطن. لكن للأسف هذه التصريحات هي التي يقتاتون عليها، لكن الجماهير في الجنوب كسرت حاجز الخوف وأصبحت هتافاتهم تندد بالتدخل الإيراني وتطالب بوعد النفوذ الإيراني في العراق. وهذا ما وصفه الأمين العام في حواره بعودة الوعي بمأساة الاحتلال وزوال غشاوة العملية السياسية وافتضاح دعاوى الطائفية، وكيف أنها كانت لإبعاد العراقيين عن البعد الوطني الجامع لهم. ما الذي قدمته تظاهرات جنوب العراق حتى الآن، والتي كانت أبرز ما جاء في الحوار الصحفي للدكتور مثنى؟ بلا شك أن ما قدمته التظاهرات شيء ليس بالقليل، والأمين العام أكد أن التظاهرات فيها إيجابيات كبيرة حتى وإن قمعت، لأن أساسا متينا من الوعي قد تم تأسيسه من خلال هذه المظاهرات للبناء عليه مستقبلا، لأن خطوط حمراء كانت تعد حمراء لا يمكن تجاوزها أصبحت اليوم أمر طبيعي. كل من يتظاهر يطالب بها، يطالب بخروج إيران من العراق، اتهام الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال بالتبعية وخدمة مصالح دول أخرى على حساب العراق وشعبه، سرقة خيرات العراق، المطالبة بإنهاء العملية السياسية، استنكار دعم المرجعيات الدينية للعملية السياسية وحكوماتها الفاسدة المتعاقبة. هذا يدل على
وعيهم بالخطر المحدق بالعراق، وكل هذه خطوات بالاتجاه الصحيح وبانتظار الفرصة المناسبة لثورة عارمة تعم البلاد للخلاص من هذه الشلة الفاسدة التي تسلطت على رقاب العراقيين. شكرا جزيلا لك دكتور ثامر العلواني، عضو هيئة علماء المسلمين في العراق.